بيقولك الجزائري من كتر أكل العدس بقى ينام بالليل مسكين يحلم إن الكلاب بتجري وراه. والله العظيم ميكرو تليتوار بيسأل الناس عن الكوابيس والأحلام، بتحلموا بإيه؟ قالوا كلاب، كلهم أكدوا إن في كلاب بتجري وراهم، دي ظاهرة. واحد جه في الآخر قال لهم ما إحنا بناكل عدس ولوبيا، بنعرجها عدس ولوبيا ومفيش غير العدس واللوبيا والقطاني صعب هضمها، فينام مسكين يلاقي الكلاب بتجري وراه. هو طبعا العقل الباطن فسرها بانها كلاب، انما هو يبدو بيشوف شنجريحه وعبد المجيد ما عرفش ايه بيجروا وراه. فبيقول لك روينك احلى في الجزائر بيفسروا، وده كويس. التلفزيونات في الميكرو تليتوار عمالين يتفسروا هم ليه مساكين بقوا مسطين، فقال لك من العدس واللوبيا، مساكين ما هم عمالين يعرجوه عدس. تعرف يعني ايه ودي تاكل صباحا في الفطور خس وجزر في العشاء؟ كان عندنا درس في القراءة اسمه كده، بيتكلم عن الارنب، فيقول لك في الفطور خس وجزر، في العشاء خس وجزر، وفي الغداء خس وجزر. هم في الفطور لوبيا وعدس وعدس ولوبيا ولوبيا وعدس، فمسكين ينام بالليل بقى يحلم ان شنجريحة وتبون بيجروا وراه، يقول لك الكلاب بتجري ورايا اتري، ويصحى الصبح يهوهو بقى يجي لنا احنا بقى، اقعد انا بقى ادفع ثمن العدس واللوبي، العمده يقعد مسكين يسمع في القرقره في نتاج غازات العدس واللوبيا. اي ان المواطن الجزائري مسكين من الغاز، منفوخ غاز، فنفخه شهداء صور شطار، والنيف ده نفخه غاز على فكره من الكرش، من العدس واللوبيا غلبان. واحنا واخدين الموضوع جد وقاعدين نناقشه واخدين حتى الرئيس يعني اللقاءات بتاعته دي نفخه جاز، يعني باخد اقراص فحم، يعني ممكن اقراص الفحم تحل المشكله، يعني روح بس للفارماسي وقول له الجاز، مشكله الجاز، عشان المساله طيبت شويه، لان واضح ان الجزائر كلها بتعاني من الانتفاخات بما فيهم عبد المجيد. عبد المجيد ده بيطلع، ولذلك تلاقيه وهو بيتكلم يقول لك ايه ده جاز، ده جاز، ده القولون، ده في مشاكل، خد اقراص فحم، خد حاجه للقولون، في التواليت صرف. المهم يا سيدي عشان تشوف بقى بيعملوا دراسات دلوقتي يشوفوا حالتهم وصلت لكده ازاي، شوف واستنى احكي لك الحكايه. اليوم حبينا نشوفوا وشنو هي الاحلام والكوابيس المزعجه اللي تلاحق بزاف الجزائريين كيكونوا راقدين. النوم غير صوره تاع كلاب لاحقيني. كلاب هما اللي بزاف تاكلهم تنوم كلاب ولا يجروا مرايا الكلاب يتهجم عليك. قول لي على يخلطها ياكل هذا اسلوب يا منو في النظام الهضمي تاعك سي نورمال كي ترقد ولا سي نورمال العقل تاعك مع الهضم وكاع ما يقدرش روحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم. قال لك العدس واللوبيا والنظام الهضمي والكلاب وشنجريحه والفقر والعوز وبعدين بقى ما فيش ميه كتير يدوز، ما دي ده يحب الميه، العدس واللوبيا دي عايزه تديها وراها بتيو ميه، تيو ما تطلقه وتقعد بقى، ولذلك مفيش التركيبه غلط، لا عدس لا لوبيا لا ميه، وفي عبد المجيد، عبد المجيد وشنجريحه. فتخيل المواطن اللي فيه محاط بهذه الظروف ينام بالليل بقى يلوش، تحس كانه بيصطاد بالغزاله وهو نايم، يلوش بقى ويقعدوا بقى بالليل بقى ما هو كوابيس والكابوس كلاب بتجري وراه تسمعهم بقى بيصوتوا وهم نايمين، فتلاقي حيحة بالليل وحيحة بالنقرس، بالليل يصوتوا من الكوابيس ويصرخوا ويقفزوا وهم نايمين، ويقولنا احنا في التعليقات الصبح يطلعوها على جتتنا واحنا مش فاهمين، بس دلوقتي بدينا نفهم. وشكرا لقناة الشروخ على هذا الميكرو اللي بيوضح لنا الجوانب الاخرى عشان نحلل نفسية القرقور ده عشان نفهم ايه اللي بيحصل. فلما تلاقي قرقور جاي قرقر لك اعرف ان هو مسكين معرجها عدس ولوبيا غلبان، يعني ما تدوش عليه. شوفكوا على خير.